السلام عليكم، صافا كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه نتوما بخير ان شاء الله يا ربي. حتى اليوم تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا ديما في احسن حال، وكيف ما تنقول لكم ديما كنتمنى اليوم يكون خير من البارح. اليوم الجزء الاخر في سلسله صله رحمك اللي غادي نمشي نديروها مع واحد خالي، بما انه عنده واحد المناسبه اليوم، عنده واحد حفل عقيقه للبنت ديالو. قلنا هي هذه فرصه ليكونوا الاهل والاحباب داكشي مجموعين، واليوم غيكون الاخر لان غيكونوا كاملين كاينين تما، ما كاينش غنمشي عندي واحد اليوم، كلشي غادي نشوفوه. وقلنا علما لا نمشيو نشاركوا كاملين هذه الفرحه معاهم وهاد المناسبه الزوينه، ونديكم حتى نتوما معنا تفوجوا شويه وتشوفوا الاجواء عاوتاني ديال الاسبوع كيفاش دايره. ياك اللي بغيت نقول هو واحد الحاجه، انني كنعتذر للناس بزاف، وخصوصا الذكور اللي يعني الرجال اللي لموني علاش كنبقى نقول البنات غير البنات غير البنات. واش انا كنوجه الهضره ديالي غير البنات، او انا كنبغي غير البنات، او لا اللي بغيت نقول لهم لا سمحوا لي، وكنعتذر من هذا المنبر سمحوا لي بزاف، ارى انا غير جات عفويه وصافي، اما انا عندي كل شيء سواسيه، وما بغيش انني يعني لي فيديو ديالي يشوفوه غير البنات او لا شي فئه محدده ولا دي. لا بالعكس، انا كنبغي نشارك مع كل شيء، مع العالم كامل، يعني ماشي حتى غير رجال او العيالات، مع كل شيء، وكل شيء عنده الحق يشوف، وكل شيء يعني فحال فحال، وكنبغي كل شيء، كنبغيكم كاملين لهلا يخطيكم عليا، ونتمنى نكون ديما خفيفه خفيفه على قلبكم، ونتمنى تكونوا كدوزوا معايا وقت زوين، ونتمنى القناه تكون هادفه وكتوصل لشي حوايج اللي زوينين اللي احنا اصلا بصح محتاجينهم. وغادي نشوفوا دابا، يلاه لقيتوني صوبت شعري، صوبتو لي اختي، مازال ما درنا والو، يلاه غادي جبت حوايجي انا نوريكم اللي غادي نلبس، وراح حتى هما ما بغيتش نكلف على راسي صراحه، هذاك الشيء اللي عندي غادي نلبسو. جبت التكشيطه ديالي اللي عندي، وصنيضيله ديالي وسميطه ديالها، كذلك اختي جبدات هذوك الحوايجات اللي عندها، يعني غنحددو شويه، حددنا نقادو شويه قادينه، وغنلصقو داك الشيء، ما غادي نمشي نكري لا تكشيطه باش نمشي، او لا قفطه لا حتى حاجه، لان ضروري ماشي زعما خصني باش نمشي ندوز المناسبه انا خصني نكري وخصني وخاصني، لا بغيت ندير هذاك الشيء اللي عندي، والمهم هو انني نمشي نشارك معاهم الفرحه، وندوزو نهير مع دوك الناس اللي غيكونوا كاملين، نضحكوا ونشطحوا ونفوجوا على روسنا وصافي. هذا الشيء اللي بغيت، يا يعني نخليكم تشوفوا داك الشيء اللي غادي نلبس، نتمنى يعجبكم ونتمنى ذوقي يكون زويون. يلا خليكم معايا، هذه هي التكشطه ديالي الحمراء، غادي نلبس في الحمر حيت انا اصلا تيعجبني الصراحه اللون الاحمر. هي هذه اللي غادي نلبس، هادي اللي غادي تلبس اختي بس بالنضيله ديالها وبسميطه داكشي ديالها. ايوا صافي نمشيو دابا نماكيو شويه ونقادو، شوفوا الدار كيفاش مرونه، حيت تكون شي مناسبه رمينا حطينا عرفتي كلشي محطوط، كلشي ايوا ماشي مشكله، نخليو هادشي هكا مرون حتى نرجعو ان شاء الله. نمشيو دابا نقادو شويه، نمشيو ندير شويه المكياج ونلبسو حوايجنا، ايوا ونتلاقاو ان شاء الله من بعد ما نلبسو، تشوفوا داكشي كيف جا، واش جا زوين ولا ما زوينش، ولنا لقاء. ايوا ها انا لبست، ايوا كي جاتكم التكشيطه ديالي، نتمنى تكون عجبتكم، هانتو نتمنى يكون عجبكم هادشي اللي درت، وهادشي جات زوينه ومقاده. ايوا غادي نمشيو دابا، حنا خارجين دابا نمشيو، ايوا الله يا سيدي نمشيو نتلاقاو ان شاء الله تمايا، يلا وندوزو نهير زوين مع بعضياتنا. راه ما لبست الصنداله حتى اخر تعال، لقيتها خاصها واحد التويشيات ناقص منها، صدقي الصباط. يلا مشينا نمشيو اسيدي نشوفو هاد النهار عاوتاني ان شاء الله كيفاش غادي يدوز، نتلاقاو تما ان شاء الله ملي غادي نوصلو. مرحبا معنا في الاسبوع، يلا مشينا. دابا حنا غاديين، دابا دازت علينا خالتي ووليدها، وحنا غاديين باش نمشيو معاهم، حيت حنا ما عندناش طوموبيل وشويه بعيد الحال، ومع الحراره الدنيا سخونه في مكناس، ايوا دايز علينا نمشيو معاهم. صوري الطريق شويه، ها هي غنشوفو الطريق، تفججو معنا شي شويه. قربنا ان شاء الله نوصلو، ايوا نتلاقاو تمايا، شوفو شكون لي جا شكون لي مجاش، كبيرة الأجواء، يلا نتلاقاو تما ان شاء الله. دابا حنا وصلنا على خير وبخير، يلا طلعي طلعي طلعي، ها هي سير، يلا طلعي طلعي، الوسخ بادية بعدا، باينة القضية تكون زينة.
نشوف خلوا نسلموا على الناس ونشوفوا هذيهم ونتلاقاو ان شاء الله باش نكملوا. ايوا تفضلوا تفضلوا معنا. مرحبا ونهار كبير. الدجاج الحين ضروري نلحم بالبرقوق الصحة والراحة. ضروري نلحم بالبرقوق ضروري في شي مناسبة ما كتجاج واللحم خاصهم يكونوا. لا 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 لاحت علينا لاحت علينا العادات ديالنا وتقاليدنا. هكا كيبدلوا كيبقى الأساس. يلا تفضلوا لاباس تفضلوا خذوا الديسير ضروري الديسير خليك لا تنجبوا الحلويات واتاي باش داكشي يكون هو هذاك كلشي صافي شويه شويه دوزي على خوتي خواتاتي نهايه ديال سلسله ديال صله رحمك انتهت هنا في دار خالي وكنتمنى تكون غير السلسله اللي انتهت. اما حنا مازال صله رحمنا وبدات حنا عندنا البدايه ديال سلسله الرحم ديال الاحباب ديالنا وما غاديش نقطعوهم. كنتمنى احبابي وخوتي ان رسالتي تكون وصلت ونكمل انني نحقق الهدف اللي بغيت منها هو اننا ما نقطعوش رحمنا مع الاهل ديالنا كيف ما بغاو يكون. وصدقوني صدقوني ان العائله راه ما كاينش بحالها. راه العائله هي دعمك وهي سندك راه اللي الله يخطيهم. انا من هذا المنبر كنوجه لهم تحيه كامله لانهم كاملين واقفين معايا وسانديني سواء اللي داخل المغرب او اللي خارج المغرب. راهم الله يخطيهم وبركه علينا من العتاب بركه من الخصامات بركه من نتقاطعوا على اتفه الاسباب ونلتمسوا الاعذار لبعضياتنا ونعرفوا ان الحياه قصيره وقصيره بزاف. راه شحال الناس اللي كانوا عزازين علينا وما كنقدروش كنتخيلوا الحياه بلا بهم. فقدناهم في رمشتين في غفله منا ما شبعناش حتى منهم ودابا كنتمناو لو انهم ترجع غير واحد النهار منهم. علاش هادشي؟ خلينا مع رحمنا ما نقطعوهمش وراه ما كاينش بحالهم. الله يخطيهم علينا. وشكرا لكم حتى نتوما بزاف لصحابي وناسي وكذلك ما ننساش الناس ديال الدول العربيه سواء مصر او لا تونس او لا الجزائر او لا الاردن او لا سوريا كاع الناس اللي دعموني. شكرا لكم بزاف ونتلاقوا ان شاء الله في فيديو قادم جديد يكون على موضوع اخر جديد حتى هو يكون هادف ويكون زوين. وما تنساوش تفعلوا الجرس وديروا اشتراك وديروا لنا اللايكات باش يبدا يوصلكم اي جديد ان شاء الله. وغنقول لكم دابا بسلامه نخليكم على هذه الموسيقى العيساويه نقول لكم بسلامه عليكم ونتلاقوا ان شاء الله في فيديو اخر مع موضوع جديد ان شاء الله اللي يعجبكم وينال رضاكم. شكرا بزاف والله يخطيكم يعطيكم بسلامه عليكم. I'm gonna make it.